أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في قراءة كتاب حياة محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد حسنين أو محمد حسين هيكل؟ محمد حسنين هيكل هذا كتاب معروف، وقد رد عليه بردود، لأنه أخذ بآراء محمد عبده في مسألة المعجزات والكرامات ينكرها، فالكتاب فيه أغلاط وفيه أخطاء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.